الأوسط برمتها ندعو إلى اتخاذ الخطوات الملموسة التالية من مقر النسخة الثامنة لواحة الإعلام التي تقيمها وزارة الإعلام في مقر الصلاة الخضراء والتي تتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية العربية الغير عادية. لا شك أن هذه القمة تعقد في وقت هام ووقت حساس ووقت مختلف. المملكة استشعرت خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية والإقليم عموما بعد هذه الجرائم وهذه الفضايع التي ارتكبت في قطاع غزة على مدى عامين. الحرب الآن أكملت 400 يوم منذ بدئها في 7 أكتوبر. الحرب للأسف خلفت أعداد هائلة من الشهداء، تجاوزوا 43 ألف شهيد حتى آخر إحصائية. لدينا 100 ألف مصاب وجريح، لدينا 10 آلاف مفقود لا زالوا تحت الأنقاض. للأسف هذه الحرب تجرد فيها الكيان الإسرائيلي من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وهو ما يستدعي تدخل دولي من الأسرة الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى من أصدقاء إسرائيل. يجب أن توقف هذه الحرب التي تعتبر عار في تاريخ الإنسانية وجبين الإنسانية. الآن قطاع غزة تبقى منه 10% فقط يقيم فيها أكثر من 90% من السكان. غزة أصبحت مدينة غير صالحة للحياة، هناك استهداف حتى للأطفال. حين يستهدف الأطفال فهذا يدل على الرغبة المتوحشة لدى الاحتلال في اجتثاث الوجود العربي والوجود الفلسطيني من على أرض غزة. نتمنى لهذه القمة أن تحقق ما حققته القمة السابقة، وهي قمة متابعة لما تم الاتفاق عليه من قرارات في القمة السابقة. القمة السابقة أيضا حققت نجاحات، وأنا أصفها بأنها اختراقات، منها الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانتزاع هذا الاعتراف من عدة دول مؤثرة في أوروبا وفي غيرها، من ضمنها دول هامة مثل أسبانيا، إيرلندا. كثير من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة وتقرير مستقبله. الشرق الأوسط برمتها ندعو إلى اتخاذ الخطوات الملموسة التالية معنا. أولا أهلا فيك. أولا في متابعين طبعا صحيفة سبا، الحقيقة بأن المملكة العربية السعودية استكمالا لمقررات القمة السابقة الآن تتابع الحراك الدبلوماسي الكبير الذي تبذله من خلال هذا الزخم الكبير واجتماع هذا هؤلاء القادة يعني داخل القمة العربية. الآن المملكة تقود حراكا كبيرا، رأينا خلال القمة السابقة كيف أن المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية استطاعت من تغيير يعني تحويل الموقف الدولي تجاه الاعتداءات التي تحصل في فلسطين وفي غزة، وكيف أن هناك الآن أكثر من 147 أو 49 دولة الآن اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهناك قرارات دولية الآن في الجمعية العمومية والأمم المتحدة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية. نحن الآن أمام يعني الآن اجتماع مهم يحاول استكمال ما بنته القمة السابقة في جدة. أولا الانطلاق إلى مبدأ حل الدولتين، الانطلاق إلى أيضا توفير المساعدات الإنسانية، الانطلاق أيضا إلى إيقاف الانتهاكات التي تحصل والعدوان الإسرائيلي والذي يستمر الآن وينطلق إلى لبنان. المملكة العربية السعودية والدول العربية الآن من خلال هذه القمة تحاول حشد موقف دولي عربي موحد تجاه ما يحدث والضغط بشكل أكبر على الدول العربية على الدول المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وما يحصل في يعني في غزة وفي لبنان. أنا أعتقد بأن الجهود السعودية مستمرة والحراك السعودي مستمر والتضامن والموقف العربي الآن يزداد يعني قوة، وخصوصا بعد أيضا الانتخابات الأمريكية والتغيرات الكبيرة التي تحدث الآن وقدوم مرشح جمهوري الآن، هذه كلها تساعد في دفع عملية وقف الحرب في غزة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث داخل فلسطين. نعم، واحة الإعلام إحدى المبادرات التي تقيمها وزارة الإعلام بهدف في توفير أحدث التقنيات الإعلامية لممثلي وسائل الإعلام لتغطية أعمال القمة. لصحيفة سبق، عبد الحكيم شار، الرياض.